انا بقول لحضرتك احنا نتمنى كلام سيادة النائب انا احترمه، لكن اتمنى ان يقول حقيقة. هو بيقول بنفسه ان الحكومة وان احنا بنقدم والحكومة حكومة، ده الدستور عطى هذا البرلمان سلطات لم يعطيها دستور اخر لكل برلمانات التاريخ المصري. اذا السلطات في ايدهم ان يشرعوا وان يصدروا قوانين ورقابة حقيقية على الحكومة. لكن حضرتك شايفة كويس قوي حتى الرقابة على الحكومة لم يتم تفعيلها حتى الآن. وبالتالي احنا أصبحنا ضحية. ضحية مين؟ ضحية برلمان وضحية حكومة. لكن حضرتك كل اللي بيسمعوك دلوقتي وهم بيتألموا، يعني مين يرضى ان في تاريخنا كله لم نتوقع ان انا ابقى عاجز عن شراء علم الدواء؟ مين يتوقع ان حتى طعامنا اصبح شبه مستحيل؟ ايه 500 جنيه؟ ايه 1000 جنيه سيادتك؟ ايه 1000 جنيه الاسره فيها في ناس في الجامعه وناس بتتعلم؟ يعني يا استاذ بدري حضرتك مش متفائل يا استاذ بدري؟ يوم بنتدهور فيها. طب علشان كده احنا اسفين جدا وبنعتذر ان احنا نازلين يوم 30 في ميدان طلعت حرب بنعلن استنقارنا ضد وزاره الماليه ووزاره التضامن، واحنا ابلغنا كده وزير الداخليه، لان لم يعد امامنا طريق سوى ان احنا هنقاوم. وعلى فكره احنا هنقاوم بالقانون وبالدستور. طيب. واحنا لنا جلسه في المحكمه الاداريه قريب والمحكمه الدستوريه عشان تحكم لنا بحقوقنا الدستوريه والخمس علاوات الاجتماعيه المنزوعه مننا، ده حتى الحقوق القانونيه حتى ما ورد في الدستور نفسه ممنوع تطبيقه علينا. طيب شكرا يا استاذ البدري فالغري رئيس اتحاد المعاشات.